اولا كنرحب بالاخوات ديالي والاخوان ديالي في المقر ديالهم الاتحاد المغربي للشغل بهذه المنطقه، منطقه رباط سلا تمارا. كنرحب بهم على التلبيه ديالهم للنداء لعقد هذا الجمع العام الذي يبدو انه جمع عام ناجح بهذا الحضور المتنوع والمكثف. رباب الزيتون عضو في المكتب النقابي التابع لجهة الرباط لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في شركة أكسا سيرفيس ماروك، مطرودة مؤخرا من الشركة حيث أسسنا مكتب نقابي اللي هو حق مشروع كينص عليه الدستور المغربي، والإضراب ديال اليوم الثلاثاء كيرجع لعدة أسباب، منها طرد ديال مؤسسين ديال المكتب النقابي في شركة أكسا سيرفيس ماروك، وكنطالبوا بالعودة للعمل ديالنا اللي تطردنا منه حيت أسسنا مكتب نقابي اللي تعود. رضا الكاتب العام ديال المكتب النقابي أكسا سيرفيس ماروك، حنايا اليوم درنا هذا الجمع ان شاء الله باش نوطدوا العلاقه ديالنا مع لي زاديرون ديالنا، وباش نستعدوا للوقفه الاحتجاجيه والاضراب ديال نهار الثلاث. هذا الشيء سويت لو ليسونسيمون ابوزيف ديال خمسه ديال لي ديليغيت بيرسونيل اللي كونوا واحد المكتب نقابي باش يدافعوا على الحقوق وعلى الكرامه ديال الشغيله ديال اكسا سيرفيس ماروك، وباش يمكننا نتوحدوا في واحد الاطار قانوني، واحد الاطار نقابي اللي يخلينا ندافعوا على الحقوق ديالنا ونمشيو لقدام اونسومبل في واحد العلاقه ديال غانيون غانيون بيننا وبين الشركه ديالنا. سير حنا اختارينا الاتحاد المغربي للشغل لحقاش حنا مامنين بهذا لا سونترال سانديكال دوبوي توجور، وبغينا من خلالها نكون واحد الشريك ايجابي مع الشركه ديالنا ونزيدوا اونسومبل قدام. لقينا الحمد لله الترحاب من اليو ام تي واثرونا كما ينبغي، وني تري كونفيون، وان شاء الله راه غادي نحققوا المطالب ديالنا طوطا، ويحيى الاتحاد المغربي للشغل.